هذا العزف مش عزفي، هذا عزف أدهم منصور وهو أحد العازفين لآلة القنبوس. في دقيقتين وحديثنا عن آلة القنبوس. القنبوس أو كما يعرف أيضاً بالتربي هو آلة موسيقية يمنية قديمة تعود إلى ما قبل الميلاد وظهرت في نقوش سبائية زي ما أنتم شايفين بالصورة. امرأة وهي تحمل آلة موسيقية يقال أنها آلة القنبوس. كان القنبوس آلة رئيسية في الأغاني الشعبية التي يؤديها الفنانون اليمنيون قديماً، وهم يتجولون متنقلين بين المجالس يطربون الناس بالأغاني والموشحات اليمنية. وبسبب هجرة اليمنيين قديماً اشتهر القنبوس ليصل إلى مناطق كثيرة، لذا نجده أيضاً في دول جنوب شرق آسيا خاصة في ماليزيا وإندونيسيا. تراجعت شعبية آلة القنبوس وهددت بالانقراض بسبب هجرها واستبدالها بالعود العربي. في الآونة الأخيرة بدأ كثير من الباحثين والمهتمين بالموسيقى والتراث اليمني بإحياء استخدام القنبوس، كونه يعد من الآلات الموسيقية التراثية القديمة والتي تمثل الهوية الفنية اليمنية. حتى أيضا على ذلك الباحث الفرنسي جان لامبير في كتابه طب النفوس في فن الغناء الصنعاني في اليمن، على أن العود كنز وطني عريق تقع على اليمن مسؤولية الحفاظ عليه. الجدير بالذكر هنا أن جان لامبير عازف ماهر للقنبوس ومهتما بنشر التراث الغنائي اليمني في أوروبا والعالم. تعرفوا من الفنانين اليمنيين اللي يعزفوا على آلة القنبوس بمهارة؟ شاركونا تعليقاتكم على منصات التواصل الاجتماعي يمن انفورميشن سنتر، واني بحاول انه اعزف رغم انني ما اعرفش طبعا.